لابد ان يسير الخوف والرجاء كما دلت على هذا ادله كثيره متواتره في القران والسنه فلا ولا تقولها. لكن نتكلم عن مقام الخوف من الله تعالى، لابد ان تخاف مع الله تعالى، واياك ان تخدع لبعض قول الصوفيه انك تعبد الله تعالى افضل المنازل، ان تعبد الله عشقا فيه وذوبانا فيه الى اخر ما يقولون من هذا الكلام، وهو ما لم يفعله عليه الصلاه والسلام. اذا هم على جملة أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا محالة، إنما يتكلم كيف تسلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين حب الله تعالى ورضوانه والجنة، لما قال أسألك رضاك والجنة، وكذلك أعوذ بك من سخطك والنار، هذا سبيل هذا وهذا مع هذا، كل ذلك باتجاه واحد، فلا تتكلف ما لم يفعله عليه الصلاة والسلام هو ضلال لا محالة. قال الله تعالى ذاك عن أهل الجنة في أجل أعمالهم التي دخلوا بها الجنة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين وجلين خائفين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. مثل هذا الخوف لما خاف الجليل تبارك وتعالى من عليهم بالأمان الكامل. قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء. وقال الله تعالى ولمن خاف جنتان، وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفسه اجتهد ما تشتهي، لكنه نهى نفسه لما خوفا من الله تعالى وخاف مقام ربه تبارك وتعالى، فنهى النفس عن الهوى فأفلح وأنجح في الدنيا والآخرة. وفي حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم قال ورجل تحته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله لن يمنعه من ارتكاب المعصية إنها ذات منصب وذات جمال، والمرأة تقرأ فيها إما لهذا وهذا، فكيف إذا اجتمع في امرأة واحدة؟ لكنه دفع ذلك بخوفه من الله تعالى فقال إني أخاف الله، فأين هو في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. قال بعض العلماء والخوف على أنواع وأصناف، الأول خوف السر وهو أن يخاف من غير الله تعالى من وثن أو طاغوت أو ما شابه، أن تخاف أن تفعل شيئا فيمليك هذا الوثن أو هذه الحجارة أو هذا الساحر أو هذا الكاهن أو ما شابه، فأنت تخافه ليس الإعلان إلا في السر من قلبك. وتعالى إلى مشهد مؤثر من كتاب الله تعالى هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في سورة الشورى، لما جاء قومه بالدعوة ردوا دعوتهم إلى توحيد الله تعالى، وماذا قالوا؟ قالوا إنا نقول إن اعتراك نقول إلا اعتراك آل بعض آلهتنا بسوء، تأمل ما نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، والبعض الآخر أين هل قبل هذه الدعوة؟ هل سمع هذه الدعوة ولم يجب؟ هل رفض هذه الدعوة؟ هل هو أدى من هذه الآلهة بعد؟ ماذا كان من الباب؟ الجواب لا جواب، ومن ثم ليس ثاني دعوة حتى ترد عليها، إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، والباقي لم يعمل أهل المسألة مثلا فغابت عنه كإله، فهؤلاء تحكموا في المشهد دون الآلهة الأخرى، هل هذا يقال في إله يعبد من دون الله تعالى؟ ولذلك أقول من جميع القرآن أنه لم يرد على هؤلاء ولا لا أين الآلهة الباقية وماذا فعل وماذا قال، لا لم يرد على هذا المقام. تأمل إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما يشركون من دونه أيا ما كان، كل ذلك في حبة واحدة وفي سبيل واحد لا قيمة لهؤلاء. وذا قال هؤلاء العباد جميعا لا يملكون شيئا، من حضر ومن ضل من قبل ومن رفض كل ذلك سواء. فقال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما يشركون من دونه ما سوى الله تعالى، فكيدوني جميعا ثم لا تظلموا. اجمع هذه الآلهة على من قال على من رضي على من سخط على ما تقولوه أنتم ثم ضروني بشيء إن استطعتم فلا تملكون لي إلا ما يملك ربي تبارك وتعالى. فقال فكيدوني جميعا ثم لا تظلموا، لا تؤخروني في هذه المسألة فلن تملكوا لي شيئا. وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام كفار قريش من قبلهم ويخوفونك بالذين من دونه من أمثال وأصنام إلى آخر ذلك. وهذا للأسف نراه
يترك الإنسان ما يجب عليه الخوف من بعض الناس. هذه الصورة الثانية، يترك بعض ما يجب عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة شيء شرعي خوفا من الناس. فهذه المسألة الثانية، أن تعادل بخوف الناس خوف الله تبارك وتعالى. حتى الله لا على أن هذا المشهد في سورة آل عمران بعد غزوة أحد في اليوم الثاني في غزوة حمراء الأسد. قال الله تعالى: الذين قال لكم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. في اليوم الثاني لهذه الغزوة أمر النبي أن يخرج الناس في جراحتهم، يعني من شهد أخوه بالأمس يخرج في اليوم الثاني حمراء الأسد. والناس تنادوا بهذا الكلام أن قريش أجمعت أمرها وجاءت تستأصل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجوا وخوفوا بهذا الكلام: الذين قال لهم الناس إن الناس أي قريش وأخلافهم قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقالوا: فماذا نصنع؟ إنما قال: فزادهم الإيمان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسوا بسوء، سلموا في الدنيا وآتاهم الله أجرهم في الآخرة، وصار هذا سبب المهدي رضي الله عنه. لأنه يقول: لابد أن تخاف قريش بالأمس قتلت منا 70 رجلا، فماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ إنما توكلوا على الله تعالى، فأثبت الله لهم هذه المكانة ودفع الله عنهم السوء في الدنيا والمكانة كانت لهم في الآخرة. كذلك في حديث ابن ماجة الذي رواه في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم؟ قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس، لا تمنعوا هذه الهيبة، تمنع الرجل أن يقول بحق إذا علم. قال: فبكى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: قد والله رأينا أشياء فهمنا أن نتكلم. وقال في هذا الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. الخوف الثالث من أصناف الخوف هو الخوف الطبيعي، وهو خوف جبلي: تخاف ألا تأكل، ألا تشرب، أن يأتيك سبع في النار تختنق، أو ما شابه هذا فيما فطره الله تعالى في هذه الدنيا للعباد. فحكى الله تعالى عنها مثل من هذه المشاكل الكريم عليه السلام، قال: فخرج منها خائفا يترقب على ما أراه قتله، كما تخبر في سورة القصص. فخرج منها أي موسى، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ورد ما أبدها بعدها كما تقولون في القصة. كذلك ذكر الله تعالى هذا المشهد في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله تعالى يقول: الشيطان سيزين أولياءه ويوقع المهابة في صدوركم من هؤلاء الكفار، لكن إياكم أن تخشوهم إن كان لكم قلوب سليمة. فيقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا من كيد الشيطان. حكى الله لك في الموضع الآخر قال: إن كيد الشيطان بدون مؤكدا كان ضعيفا، لكن قياسا بما بكيد الله تبارك وتعالى، فكيده ضعيف في مقابل كيد الله تعالى ليس في كيد الآدميين. فمن الذي يدفع عنك كيد الشيطان؟ هو الله وحده لا شريك له. وذكر الله تعالى كما سلم في أول كلام هذا المشهد من كفار قريش، قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد. يضل الله تعالى من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. هذه عقيدته. فالله تعالى إذا أراد إنسان بما كسبت يداه، يعني كما الآية: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلما سعوا إلى تقوى الله تعالى زادهم الله مما أرادوا. وكذلك الإنسان ضل عن سواء السبيل، كذب الرسل، كذب النبي، فعل ما فعل، فيزيد الله ضلالا على ضلال، فيضل من يشاء بعدله ولا يضل ربك أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله الشيطان أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، لئلا يجاهدوا ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر الله تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخاف، ونهانا الله تعالى أن نخاف الشيطان. كذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخوف ما حجزك عن محارم الله. كلنا يدعي الخوف من الله تعالى، كلنا يدعي كلاما طويلا، لكن أين الدليل؟ هذا أصعب شيء. فما أسهل الدعوة وما أصعب الدليل. كلنا
أعمال غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما رواه الترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في البول فقال: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي هذا وهذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه.